يوميات دي زاد فايت في لابخوميير سيزون ديالها بدات اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا، ومرحبا بالبطل العالمي. مرحبا بك حمزه عثماني. مساء الخير هاديه، مساء الخير كل المتتبعين تاعنا. ان شاء الله اترافير ليميسيون تاعنا اترافير يوميات دي زاد فايت حتى تعرفوا على كل صغيره وكبيره الخاصه بالرياضيين تاعنا، وبيان سور حتى للنهائي. من بين الالاف تاع المشاركين اللي تمناوا باش تكون عندهم الفرصه ويلتحقوا بهذا لو ديفي تاع لو سبور دو كومبا، 88 اتلات اللي كانت عندهم الفرصه ويلتحقوا بهذا البرنامج. نروحوا نشوفوا كيفاش كانت البدايه ديالهم وكيفاش كان الاستقبال تاعهم. أخيرا الحلم صار حقيقة والفكرة تجسدت. دي زد فايت تحدي وقصة راح نعيشوها بكل تفاصيلها مع بعض. الرياضيين من تخصصات قتالية مختلفة وولايات متفرقة رفعوا التحدي والتحقوا كلهم إصرار وعزيمة بهدف واحد وشيء واحد، هو حمل حزام دي زد فايت. السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة اللي جيتونا، بارك الله فيكم اللي آمنتوا بفكرة برنامج دي زاد فايت وشاركتوا معنا بلي فيديو تاعكم. اليوم الحقيقة الحلم تاعنا تحقق، راكم هنا حاضرين باش تنافسوا، إن شاء الله تكون منافسة شريفة وقوية. قبل ما نبداو البرنامج تاعنا نسحق تحية رياضية من القلب منا. وبيان سور ليكيب في البرنامج تاعنا ما كاش غير حمزة عثماني ولا مقدم ولا، كذلك معنا لي كوتش، معنا لو كوتش الياس بو يعقوب يتفضل معنا. اللي هو رياضي سابق بطل من الكبار في رياضة الجيدو، راهو معنا في البرنامج باش يمد لكم الخبرة تاعو. مرحبا بك الياس. مرحبا بكم، مرحب بالجميع، وان شاء الله نجوزوا يا متشابين وليميور كيغا ان شاء الله. والياس وحده ولا عنده لي كوتش؟ لا لا، معنا لي كوتش مراد الوناس اللي اختصاصي صوندا واختصاصي رياضة الرياضية القتالية مختلطة. ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون برنامج مليح، ان شاء الله من الاكسبيريونس تاعكم ولا تاع المدربين تمدوها الرياضيين تاعنا باش يكونوا حاضرين بقوه في الحلبه ولا في القفص. ربي يحفظكم، نتمنى لكم النجاح كامل كما راكم. تحيه كبيره لكامل المشاركين سواء من اي ولايه جيت، وتحيه كذلك لكل واحد جاء باش يدافع على الديسيبلين تاعو. بون كوراج وربي يحفظكم. موليكيب قبل ما نبداو التورناج تاعنا نبداو لي زونطريمون تاعنا، ما علينا غير نجوزو نديرو تيست بي سي ار حفاظا على صحتكم وصحه الزملاء تاعكم. وبالمناسبه نقول ربي يشفي جميع المرضى تاعنا، وربي كذلك يعافي اصحانا، ربي يحفظكم. بون كوراج، نسحق تصفيقه كبيره كامل ليكيب، كامل ليكيب تاع دي زاد فايت. دي زاد فايت، نعاود دي زاد فايت. بون كوراج وربي يحفظكم. كما شفنا حمزه عثماني كان في استقبال لي زاتليت، تحكي لنا كيفاش كان لو بروميي كونتاكت معاهم. هذا كان استقبال جد عادي كما قال، تربصات المغلقه كي ندخلوا ستاج ولا يستقبلونا هكذا. حنا واش عملنا في البرنامج تاعنا؟ عملنا قانون داخلي خاص بالبرنامج ونفهمنا الرياضيين تاعنا طيله التربص واش حيكون كاين فيه، والحمد لله الرياضيين تاعنا فهموا وكنا بيا معاهم. ونزيد نروحوا نشوفوا ياسين ساي اللي كنا شفناه في البرايم اللي فات، اللي هو واحد من زورغانيزاتور، نروحوا نشوفوا واش حكى لنا على نظام المنافسه. معكم سي ياسين، بطل سابق في رياضة المصارعة الصينية كونغ فو، أحد منظمين حصة دي زاد فايت. إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله راح يكون 88 رياضي إن شاء الله معنا، وراح يكون تكون كارت فينال باقي يتقلصوا الرياضيين يقولوا 44، وقفصة داح يكون فيه يكونوا فيه معايير دولية. الدياميتر تاعو راح يكون ثاني في المعايير الدوليه في كاع كيما كاع البطولات في العالم، وما تكون فيه حتى خطر على الرياضي. زي المناطور اللولانيين راح نديرهم فوق البلاتفورم، على خاطر القفص الواحد باش يدخل القفص لازم يكون عنده خبره، لازم يكون عنده تجربه، وباش حنا نغامروا بانسان وندخلوه فوق القفص
هذه ماشي حتكون ان شاء الله، وعندنا دي زيطاب حنا حنجوزوهم ان شاء الله، لي زاطا تاعنا. بيان سور باش تجيري ان جروب فيه 88 اتلات ما راحش تكون حاجه سهله. بيان سور ماشي حاجه سهله، ونعرفوا بلي الرياضيين اللي كانوا حاضرين معنا نصهم كانوا يدخلوا تربوسات مغلقه، في رياضيين جدد نظن حيتاقلموا، نعرفوا بلي الرياضيين تاعنا راح يكونوا حاضرين، والوبجيكتيف تاعهم باين هو شكون اللي يكون الفائز، شكون اللي حيفوز بالحزام. 88 اتلات في مرحله صعيبه كيما على بالنا اللي رانا نمروا بها، بيان سور ما يقدروش يدخلوا لهذا التربوس ديريكتومون بلا ما يديروا لو تيست بي سي ار. يلا نروحوا نشوفوا كيفاش كان الريزولتا تاع لو تيست ونعاودوا نولوا. وكما شفنا الحمد لله لو تيست كامل تاع لي زاتليت خرج نيجاتيف حمزه، لو كان طحتوا في انكا ولا واحد اللي كان لا قدر الله حامل فيروس كيفاش كنت راح تعملوا معاه؟ انا اقول الحمد لله التيست كان نيجاتيف، وكاي واحد دار تيست وخرج له بوزيتيف كان يغادر تربص مباشره، وحنا ما عملناش غير تيست بيسير، كذلك عملنا فيزيت ميديكال والحمد لله ثاني كانت لا سونتي تاع الرياضيين مليحه باش نضمنوا التربص تاعنا، باش نضمنوا المقاتلين يكونوا بيان ان شاء الله في يعني النهاية. الحمد لله لي زاتليت كامل كانوا اون بون سونتي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. دوكا نروحوا نزيدوا نتعرفوا اكثر على لي زاتليت هكذا باش يعرفوهم اكثر المشاهدين ويعرفوا سيغتو لا ولايه اللي جاوا منهم. دموش واحد اتلات سبيسياليتي كيك بوكسينج، ورانا جايين ديزات فايت ان شاء الله، نفايتوا على ربي ان شاء الله. والله ديزات فايت شفت لاباج تاعكم تاع الفيسبوك، شفت الكونسيبت تاع ليميسيون عجبني، حاجه جديده هنا في الجزائر وحاجه مليحه، والنتيجه على ربي ان شاء الله. ديزات فايت هذيك شغل اكسبيريونس جديده وفريده من نوعها، بالك برومي فوا جات في لاتيلي الجيريان ولي ميديا الجيريان، وما دابين احنا شاركوا بالك فتحنا بزاف بيبان، فتحنا بزاف طرق وان شاء الله تنجح. السلام عليكم، اسماعيل عبد الرحمن 27 سنه من ولايه الجزائر، اختصاص صندا. بون ديزات فايت فيها سي ان سبور في بليزيور ديسيبلين، حبينا نديرو اكسبيريونس جديده او ميم طون تحدي. فون غرين اخلاص ولايه تلمسان 21 سنه، اختصاص كيك بوكسينغ، شامبيون دالجي بليزيور فوا، شامبيون دالعاب. ديزات فايت هي اكسبيريونس جديده وفرصه للرياضي باش يثبت روحه ويبين القدرات اللي عنده في اختصاص تاعه. ابن عبد الرحمن عبد القادر 28 طون، شامبيون دالجيري، شامبيون دالعاب، شامبيون مغربي الصندا، شامبيون تاعنا في كيك بوكسينغ، بوكس تاي والبوكس اونجلاس. ديزات فايت هو تحدي جديد على كل واحد، ماشي سبور هذا امامه، سبور جديد في الجزائر، دونك حبينا نسيوه كتحدي ك شي نسيوه حاجه جديده. السلام عليكم، سموني حملات امال، جي 19 من وهران. الشيخ ورالي هاد لاباج وعجبتني، شفت لا بيبليسيتي تاعها وحطيت فيديو تاعي والحمد لله قبلوني.
كما شفتوا كنا تعرفنا على كلكو زاتلات وتعرفنا ثاني على الولايات اللي جايين منهم. حمزه شفنا بزاف لهجات الله يبارك سيغمون راح تكون اون تري بون امبيونس في ديزاد فايت بيان سور. هذه هو الهدف تاع البرنامج، يجونا من كامل ولايات الوطن. والحاجه الجميله اللي كانت كان امبيونس بيناتهم، شفنا بلي الرياضيين ما كانوش يعرفوا بعضهم بعض، اطراف البرنامج تاعنا تعرفوا على بعضهم بعض واحتكوا مع بعضهم بعض. ان شاء الله نقولوا بون كوراج، ان شاء الله تشرفوا الرياضه تاعكم، وان شاء الله تشرفوا الاسم تاعكم والميور كي قال ان شاء الله. وبيان سور لا بروميير فيزيت اللي كانت للرياضيين عند البطل الاولمبي في رياضه جودو عمر بن يخلف. عمر بن يخلف اللي جا شاف لي زاتليت، روحوا شوفوا واش قال على دي زاد فايت وثاني كيفاش كان يانكوراجي لي زاتليت في هذا البرنامج. انا دي زيد فايت هادي يا نشكرها باسكو مدت المجال، فتحت المجال كاع الكارونتي ولايه، من الشرق من الجنوب من الشمال، كاع فتحت لهم الابواب. وراني نشوف باللي الناس كاع تجاوبت مع هذا البرنامج هذا دي زيد فايت، والناس شاركت بقوه، ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح. ما كاش حاجه اللي تجيب لا ريوسيت سي لو ترافاي، لو ترافاي لو ساكريفيس، واحد يخدم ويساكريفي يضحي، لازم تضحي باش توصل. وباذن الله بلو سيريو تاعكم ولا ديسيبلين، خاصه لا ديسيبلين ولو سيريو، راح تكون فيها نتيجه ان شاء الله، وربي يوفقكم. ونتمنى النجاح ان شاء الله للبرنامج الرياضي دي زيد فايت، ونتمنى الرياضيين كاع ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. الله يبارك. كما شفنا زياره البطل الاولمبيك، قول لي واش راح تزيد هذه لي زاتليت؟ هذه نعرفوا بلي كامل لا بريباراسيون تاع الرياضيين تاعنا تكون تكتيكمون، تكون فيزيكمون، بسيشيكمون. الحضور تاع الرياضي تاعنا عمار بن يخلف الرياضيين تاعنا راح يمد دافع كبير وايجابي 100%. كما نعرفوا ان الرياضيين القتاليين تاعنا ولا الرياضيين تاعنا راح ينافسوا في البرنامج تاعنا، كي يشوفوا عمار بن يخلف لاول مره قدامهم يبدو لهم دي كونساي، بيان سور راح يطلع من المورال وراح يساعدهم باش يكونوا موتيفي نهار لا كومبيتيسيون ان شاء الله. ان شاء الله. وبيان سور اول حصه تدريبيه كانت لي زاتليت من عند لي كوتش ديالهم، على بالهم بلي لحقوا عيانين وكانوا مازال ما ريبوزاوش، دار لهم ديزيكزارسيس خفاف اللي نروحوا نشوفوهم ونعاودوا نولوا. السلام عليكم. اليوم نديروا 15 مينوت فوتينغ، 15 دقيقه فوتينغ، عندنا ستريتشينغ، عندنا بتيتا بي سي، وكل واحد يروح لا شومب تاعو ياخذ دوش تاعو ويستنى وقت العشاء. ومعاكم حمزه يزيد يفهمكم، مراد والناس يزيدوا يفهموكم. بون خوتنا، بعد بالتست بي سي ار اللي درناه كانت ريزولتا الله يبارك نيجاتيف، شفنا واش مد نصائح الكوتش الياس. سي مراد روح منا مريح الامل والناس. معاكم لي كوتش. حاجه واحده اخرى حبيت نقولها باللي لونطرينمون تاع اليوم بعد لو تي سي بي سي ار كان نيجاتيف، راح يكون اوب تي اونطرينمون كما قال الكوتش الياس بالتوفيق، ونتلاقاو ان شاء الله في المومون تاع لونطرينمون باش نشوفوا ورانا واصل. هاي نبداو لي زيتيرمون، يديريجي واحد لي تيرمون، ومن بعد نبداو لا بي سي. اللي خيرت لاتلات يجي يدير لنا دير ان غرون سيرك، ديروا ان غرون سيرك، روحوا دير كبر لا سيرك، كبر السير، كبر السير، هيا كبر السير، كبر السير، روح مورا، روح مور صاحبك، روح مور صاحبك. الموعد تجدد سريعا في حصة تدريبية خفيفة أشرف عليها المدرب والبطل في رياضة الجيدو إلياس بو يعقوب. روحوا مارش، روحوا مارش تحت بلا تجري، روحوا مارش، وهي الحصة اللي شهدت انسجام سريع للرياضيين في جو التدريب والمنافسة. مليحة 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 ليشان مليحة. فايت فايت فايت.
بعدها مباشرة كان الموعد مع اجتماع لمنظمي ديزت فايت والمدربين وحتى الرياضيين حتى يتعرف الكل على تفاصيل هذا التحدي. ما كنا نشوفوا سيونس دو ديكراساج خفيفة، فهمنا وشنو هو لو ديكراساج؟ بون لا سيونس تاع اليوم كانت خفيفة، فيها ديكراساج، فيها ربع ساعة فوتينغ، فيها بتي ايترمون، فيها لي زابيسي. نعرفوا بلي أي رياضي يكون حيشارك في منافسة ولا في تربص، لا بخوميييغ سيونس دايما يكون كاين ان ديكراساج، وعلى دي فوا يكون يجيو من البعيد، دي فوا الفواياج تاعو. درنا هذه لا سيونس باش نعاودوا نرجعوا الرياضي لجو المنافسة وجو التدريبات باش يكونوا حاضرين بقوة في البرنامج. وهذاك قبل ما يبداو لي زيكزارسيس دور، يعني حاجه خفيفه. هي كامل نعرفوا بلي الرياضيين تاعنا وحيفهموني الابطال مليح كي نديبلاسي ونروحوا لكاش بلاصه باش نديروا كومبيتيسيون ولا اول سيونس. بروميير سيونس تكون هكا فوتينغ خفيف، تيتابيسي شويه ابدو شويه ايترمو، ومن بعد غدوه ان شاء الله يكون هذاك لونترينمون دور، يكون لونترينمون اللي عنده اوبجيكتيف. داكوغ، يعني هذه دائما تكون قبل ما يبداو لو بروغرام تاعهم هذه الحصه دائما. قبل ما يبداو التدريبات الشاقه. وشفنا ثاني بعد ما كملوا لي زيكزارسيس تاعهم وقبل ما يروحوا لي شومبر ديالهم باش يريحوا، راحوا لي زاتليت لا سال دو كونفيرونس وين عاودوا تلاقاو مع لي كوتش ديالهم وزادوا تعرفوا اكثر على عائله دي زاد فايت. مساء الخير مشاهدينا الكرام، عاودنا لكم ليميسيون تاع نهار اليوم. كان برنامج مليح، درنا لو تيست بي سي ار تاعنا كان نيجاتيف الحمد لله. درنا لونترينمون تاعنا دي كراساج خاصة بالرياضيين بعد سفر طويل، كل واحد من جانا تحية كبيرة لهم، خدموا بيان. وش ما نهضرش بزاف على لونترينمون، معايا الكوتش الياس. الياس كيفاش لقيت الرياضيين في لونترينمون بروميي جور تاع التربوس تاعنا؟ والله اليوم الحمد لله اليوم فرحت بزاف كي تيست بي سي ار اللي جاز الحمد لله نيجاتيف، ولي زاتلات كاع واعيين الحمد لله، ونطريناو داروا دي كراساج تاعهم وغدوه يبدا ان شاء الله. شفنا لونطريمون تاع اليوم كان بزاف خفيف نظرا للعيا تاعهم، نظرا ستاج يبدا هكا، ستاج يبدا هكا نظرا خاطش اغلب الرياضيين جاونا ماشي من العاصمه، اللي جاونا كان من الغرب كان من الشمال، اللي نرحب بهم. اللي ما تنجمش دير لهم اونطريمون بلو برومي جور، دير لهم اونطريمون لاشارج تاعو كبيره، دير لهم لاشارج صغيره اللي دي كراساج ينحوا العيا تاعهم. غدوه يبدا لو فيزيك تاعهم، لو تيست فيزيك، والعشيه عندهم. تسمى صالح نسعك فرحان بلي زاتليت؟ بيان سور، لي زاتليت الله يبارك كاع كيما حنا نقولوا ياخذوا الراي، كانوا في المستوى واعيين. ماكش تشوف باللي طريقه اختيار رياضي عن طريق فيديو صغير تاع 30 سكوند او 40 ثانيه، يعني هنا نشوفوا باللي بالك كاين رياضيين قصرنا في حقهم. يعني انا نحكي لك مانيش انت ما كنتش، نحكي لك كرياضي سابق كبطل من ابطال من الكبار في الجيد الله يبارك. الله يعزك. اليوم راك الله يبارك في ليميسيون تاعنا، راك كوتش. ماكش تشوف باللي رياضي يبعث فيديو ونخيروه باش يشارك في ايميسيون بحجم دي زاد فايت، ماكش تشوف باللي رياضي هنا قصرنا في حقهم. قصرنا في حقهم، الظروف اللي ما خلاتناش نخيرو. على كل حال كانت كورونا اللي كيما حنا نقولوا ربي عافينا، وزيد ما كفاناش الحال اللي باش لازم كنا نبعثوا للرياضيين باش يبعثوا لنا لي فيديو تاعهم. حنا كان عندنا الوقت وما كانش كورونا، نخيروا بلوس لو مومبر تاع لي زاتليت يكون بزاف، وبالك نشقاو لعندهم، وبالك نشقاو لعندهم ونروحوا لعندهم كيما كان يقول ياسين. كان ياسين الفكره تاع ياسين، قال لك ياسين باش نروحوا لعندهم ياسين اور ولايه نولوا نروحوا عندهم. واللي يقول لك المعرفه، نص الاغلبيه تاعهم كاع ماشي من العاصمه، هذه نحبها بالكاميرا من بعد يجي الكاميرا مان منا، نصهم كاع ماشي من العاصمه. حاجه واحده اخرى، حاجه واحده اخرى يعطيك الصحه الياس، حاجه واحده اخرى نقول امين، هل في طبعه ثانيه ولا طبعه ثالثه باش باش نخلوا الرياضيين تاعنا توجور في 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 لونترينمون، توجور في في بروغريسيون اكسيتيرا، هل في طبعه ثانيه ولا طبعه ثالثه للبرنامج زاد فايت؟ نقول باذن الله، باذن الله تكون طبعه ثانيه والثالثه ان شاء الله، بوكو با تكون طبعه رابعه. انا الحوس حنا دي زاد فايت ماشي راح تحبس هنا، ان شاء الله يتفتحوا لنا الامور ونزيدوا نواصلوا الطبعه الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله. كل عام عندنا سيزون ان شاء الله. ربي يحفظكم. بينا حنايا بهم هما. فوالا. شكرا امين. انا نقول لك امين يعطيك الصحه. نقول كامل الناس اللي عاونونا نقول لكم بارك الله فيك، سواء
رجال خافع اللي عاونونا من لابرود، من ليكيب تاع الجزائر ياوان، من المخرجين تاعنا ربي يحفظكم. تحيه كبيره للكوتش تاعنا الاساس واللي راهم حاضرين واللي ملي ماهمش حاضرين معنا كيما يخص الناس وسي مراد، كذلك لي جوريست تاعنا نقول لكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. بلا ما ننسى كل رياضي من 1300 رياضي شارك معنا وامن بينا، واش قال الغابه واحد في داره على حسب لي موايل اللي عنده، وراح دار فيديو نقول له حمزه عثماني وليكيب نقول له برافو ويعطيك الصحه وكملوا. نقول لي كاميرامان يجوا منا ولي زاتلات مقابل بلا سيربريز تاع اليوم، كل زاتلات راه معنا حبينا نسقسيو لي زات تاعنا اللي من الجزائر العاصمه يرفد فيديو صح يب صح، اللي من الغرب يرفد فيديو، اللي من الشرق يرفد فيديو، اللي من الجنوب يرفد فيديو. ربي يحفظكم. درنا هذه برك حبسه هكذا، حاجه واحده اخرى نقولها صافو با دي كور رياضي ماهوش هنا معناتها ماهوش شامبيون، هذه غير حصه رياضيه هذا مكان، والرياضي اللي بيان وكذا راه ما يفشلش في ديزات فايت، يكمل في لا فيديراسيون تاعو ويدير القاب ويرفد العلم تاع الجزائر. وبارك الله فيكم وبالتوفيق للجميع ويعطيكم الصحه وربي يحفظكم. سلام. كما شفنا كان هذا اللقاء الاول بين لي زاتلات ولي كوتش ديالهم ولي زورغانيزاتور، شفنا حمزه باللي لي زاتلات مازالهم شويه متخوفين في اول يوم. سير هو اي رياضي راح يشارك في اي بطوله يكون خايف، وكل رياضي كيفاش يتخلص من الخوف هذا، ولكن احنا كبرنامج عملنا لافاج دو سافو رياضيين، فهمناهم باللي يكون حاضر مليح محضر مليح بدنيا يكون يرقد مليح وياكل مليح راح يكون مليح في الكومبيتيسيون وبكل روح رياضيه. نقول لكم لو ميور كيغان وبون كوراج كامل لي زاتليت ان شاء الله ربي يوفقهم كامل. كما شفنا من قبل لي كوتش ما حبوش يعيوهم بزاف لانه جاوا عيانين في اول يوم، ولي زونترينمون تاع الصح راح يبداو في الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه حتشوفوا دي زونترينمون، حتشوفوا بروغرام شارجي، راح ندخلوا في السيريو، راح ندخلوا في لوبجيكتيف على بها نقول الرياضيين تاعنا بريباريفو ارقدوا كولوا بيا باش تكونوا حاضرين ان شاء الله. ما كبيره راهي تسنى فيهم ربي يوفقهم ان شاء الله. احنا بهذا مشاهدينا نكونوا ختمنا حلقتنا لنهار اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وقبلها رانا راح نشوفوا ليزيماج تاع الحلقه الجايه. حمزه ينسير نقول لكم قال خير الحلقه الجايه ان شاء الله. Marks, 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 Marks!